السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهدي سكية من قناة كل ما أعرف. فالفيديو اللي فات شفنا لا كونفيغوراسيون بازيك دان روتور، شفنا داكشي غير تيوريكمون. دابا في هاد لا فيديو غنشوفوا ان شاء الله شويه ديال البراتيك. كيف ما كتعرفوا الا بغينا نديروا البراتيك غادي نحتاجوا روتور، غادي نحتاجوا دي زيكيبمون، مثلا يعني واحد لابتوب يعني بي سي، ولا غنحتاجوا شي دي سويتش ايتترا. وهذا الشيء مكلف، يعني راه غالي ماشي رخيص. لذلك سيسكو دارت لينا واحد سيميلاتور اللي هو باكي تراسر. هاد باكي تراسر هذا كيمكن لنا نديرو فيه سيميلاسيون، يعني نحطو دي روتور دي سويتش دي بي سي ونديرو لا كونفيغوراسيون ديالنا كان داكشي كاين في الواقع. اذا بالنسبه للناس اللي يلا غادي يشوفوا هاد لوجيسيال باكيت خاص باكيت راسر ومازال ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه، غادي نهضروا عليه واحد شويه ونوريكم فيه شي حويجات. وكل ما ان شاء الله بدينا كنخدموا فيه غادي نشوفوا فيه حويجات جداد ان شاء الله. غادي نبداو اول حاجه هنايا، عندنا الفوق على اليسار فايل، كاينه نيو يعني الا بغيتي دير واحد الطوبولوجي جديده كتي دير واحد الطوبولوجي اللي خدام فيها، مشيتي للنيو كليكيتي غادي يعطيك انك دير طوبولوجي جديده، ما انك يطلب منك انك دير سيف يعني اونغوجيستري الطوبولوجي اللي انت خدام فيها حاليا. درتي اوبن يعني راه غادي تمشي لواحد الدوسي مثلا اللي انت مخبي فيه واحد الطوبولوجي اللي انت كنتي خدام فيها قبل ودرت اونغوجيستري، درتي ليها لونغوجيسترومون ومشيتي بغيتي تجبدها عاوتاني باش تخدم فيها. عندنا اوبن سامبل يعني الا كانت شي حاجه غيسون يعني شي حاجه اللي كنتي خدام فيها. سيف يعني داكشي اللي خدام فيه غادي دير ليه اونغوجيستري. سيف از يعني غادي دير ليه اونغوجيستري مع انك تبدل ليه لون بلاسمون ديالو، تحطو مثلا فين ما عجبك في البيرو ولا فين ما عجبك انت. عندنا هنايا هاد اوبشن فيها واحد بريفيرنس. هاد بريفيرنسز ملي نديرو واحد الطوبولوجي ان شاء الله غادي نشوفوها، كنديروها غير باش نشوف نديرو الشاو لهذوك لي زانترفاس نشوفوهم. عندنا هنايا لتحت عندنا هنا لي روتور، هنا هذا روتور ملي كنكليكيو ليه كيعطينا هنايا دي روتور، يعني روتور 1841 1941 الى اخره. عندنا هنايا الجينيريك، هاد لي روتور هادو غادي نشوفو مثلا هاد الروتور هذا، يعني كيف ملي كنبغي نحط الروتور هنا كنكليكي عليه وكنجي هنا وكنعاود نكليكي كيتحط عندي هنايا. هاد كاين بعض لي روتور اللي كيكونوا فيهم لي زانترفاس، بحال هذا فيه هنايا دو زانترفاس اللي هما فاست انترنت ودو زانترفاس اللي هما سيري ودو زانترفاس اللي هما فيبر اوبتيك. هنايا هاد البلاصه هي اللي كنطفي منها الروتور ولا كنشعلو، دابا راه شاعل الا بغيت نطفيه كنطفيه من هنا. بغيت نزيد لي زانترفاس بحال مثلا هنايا هادو عندي هما لي زانترفاس، كتشوفو معايا هنايا ملي كنكليكي الانترفاس كيتبدل، هادو هما لي زانترفاس. ولا بغيت نزيد شي انترفاس كنطفي الروتور، مثلا بغيت نزيد انايا واحد الانترفاس هنايا، غنزيد انا هاد الانترفاس، غادي نمشي نطفي الروتور بحال هكذا، عاد نكليكي نبقى نكليكي عليه ونكليسيه ونجيبو حتى لهنايا ونحطو، ومن بعد نشعل الروتور. انا هنا زدت انترفاس، الا بغيت نحيد هاد الانترفاس من هنا كنطفي الروتور وكنمشي نكليكي عليه ونهزو ونجيبو ونحطو هنا. انا هنا دابا اجوتيت انترفاس وفي نفس الوقت عاوتاني حيدت انترفاس. هنايا غنتسناو عطانا هاد لو ميساج، هذا قال لنا خصك تشعل الروتور، نشعلو الروتور ديالنا. الى مشينا لهاد هنايا هاد كونفيغ يعني نتسناو، قال لك الروتور مازال باقي ما شعلش، يعني يلاه كيدير الديماراج ديالو، ها هو دابا شعل. اوكي الى شفنا هنا كنلقاو هنا لي زانترفاس، هادي اللي بغيتي دير الكونفيغوراسيون اون مود غرافيك، يعني المود غرافيك هنايا كتلقى مثلا هنا غنجي نكليك على الفاست انترنت 0/0 كيعطيك هنا باش داخلي لادريس اي بي ديالو والسابنيت ماسك يعني الماسك دو سوغيزو ايتترا. هنايا باش تشعلو
السيريال حتى هو كذلك نفس الشكل. بغيتي تكونفيغيري كاين الريب هادو غادي نشوفو من بعد هاد لي بروتوكول هادو يعني ديال الروتاج. وكاين دي بروتوكول اللي ميمكنش ديرهم اون مود جرافيك. هذا المود سي ال اي, هذا المود سي ال اي هذا هو اللي كنديرو فيه لا كونفيغوراسيون, ولكن كنديروها بلي كوموند. هادشي غنشوفوه من هنا بشويه ان شاء الله. كاين هذا الروتور هذا كنلقاوه ما فيهش لي زانترفاس. لا دخلتو هنا وشفتو غتلقاو حتى شي انترفاس ما كاين, ويمكن لينا نزيدو لي زانترفاس بالطريقه اللي وريتكم. هنايا عندي نحي هاد لي روتور الا بغيتي سيبريميو, كتمشي تكليكي هنا وكتجي دير سيبريم, تا هو ثاني تكليكي عليه بحال هكا وكيتسيبريما. وباش تحيد هاد الكخوا هادي كدير غير اشار. هنايا عندنا لي سويتش, من كتكليكي عليه كيعطيك لي سويتش. هنايا هاد لي سويتش اللي عندنا هادو هنا لي هب. هنايا الوايرليس ديفايس, يعني عندنا هنايا لي بوان داكسي, وعندنا هنايا واحد الروتور لي هو السون فيل. هنايا عندنا لي لابتوب, عندنا هنا لي بي سي لي سيرفور, عندنا لي الفوا الفوا اي بي ديفايس, عندنا الفون, عندنا يعني تليفون اي بي, تي في, سمارت ديفايس, وايرلس تابلت ايتترا. بالنسبه لهادو كنستعملوهم في الوان لي ريزو وان, هنا المودم ايتترا. وهذه الملتي يوزر, يعني بزاف ديال لي زيتيليزاتور بغيت كونيكتا ولا انترنت في مره واحده كيستعملوا هذه. هادو عندنا هنايا لي كابل, سون دي كابل. هذا الكابل هذا كنديروه يعني كيدير اوتوماتيكمون, يعني ملي عندي الا درنا واحد لا توبولوجي بدينا كندوزو لي كابل كنديرو غير هذا نكليكيو عليه وكنبقاو كنكليكو. حنا انا ندير واحد المثال مثلا باش نعرفوا هاد الكابل. غناخذوا هاد لو روتور هذا, وغناخذوا هاد لو سويتش هذا, وغناخذوا هاد لو بيس. الا درنا هاد لو كابل هذا اللي هو اوتوماتيك غير كنكليكيو عليه, كنجيو نكليكيو في الروتور, كتجي تكليكي في السويتش, تعاود تكليكي عليه ثاني, تكليكي في الروتور في السويتش, وتكليكي في البيس. يعني بوحدو كيدير لك الكابل, يعني كيدوز داك الكابل اوتوماتيكمون. نحيدو هاد لا توبولوجي هادي ونشوفو الفرق بينها وبين هاد لي كابل الاخرين. هاد الكابل هذا كابل كونسول, هذا هو الكابل كونسول. يعني ملي كنبغي ندير الكونفيغوراسيون اول مره مثلا, كان هذا كيكونيكتي بي سي مع روتور. هذا بير تور سادي كابل دغوا, وهذا بير تور سادي كابل كروازي. هذا فيبر اوبتيك, وهذا كابل ديال فون. هذا كابل كواكسيال كنستعملوه في لي بارابول, يعني ريسيبتور مع بارابول. هادو لي كابل سيري, كاين دي سي او هذا اللي فيه الساعه هو اللي كنستعملو فيه الكلوك ريت. كنستعملو هذاك الكلوك ريت يعني غير بوغ لا بون باسونت. وهذا كابل اوكتال. من بعد ما شفنا كيفاش هاد الكابل اوتوماتيك كيدير لينا الكابلاج, غادي نشوفو دابا نديرو واحد بتيت توبولوجي. الا كان مثلا انا بغيت ندير بزاف ديال لي روتور, ما غنبقاش نجي نكليكي هنا ونكليكي, نجي نكليكي هنا ونكليكي. اشنو كندير؟ كنكليكي على كونترول, وكنبقى نكليكي على كونترول, وكنمشي نكليكي على الروتور اللي بغيت, وبالتالي كنبقى ندير داكشي اللي بغيت ديال لي روتور. غادي نسيبريمي هاد لي روتور كاملين إيشاب. دابا غادي نحط واحد لو روتور, ونحط واحد لو سويتش, ونحط واحد لو بيس باش نجي ندير ليه الكابلاج. كابلاج اوتوماتيك شفنا كيفاش كيدار. غنشوفو دابا الكابلاج العادي. غادي نختار يعني هنا ملي كنكليكي كيعطيك فين غادي دير. هذا طبيعة الحال فاست
إترني غنديرو في الزيرو سلاس زيرو أو مالو سويتش ما يمكنش هنا ندير فاست ونجي هنا نكليك ندير في الجيجا يعني درت في الفاست خاصني نطفي لوطخو كوتي ندير الفاست إترني حاجة أخرى تاني انا درت هنا الكابل عندي بزاف ديال الكابلاج نفس الكابل بغيت نستعمل ما غنبقاش كل مره نعاود نجي ثاني نكليك هنا وندوز الكابل من هنايا ونجيب عاوتاني لو سويتش يعني من السويتش ثاني البي سي يعني غادي نضيع الوقت بزاف غادي ناخذ ثاني واحد لو روتور وان سويتش ناخذ واحد لو بيس هذه المره ما غاديش نبقى انايا نكليك على الكابل كل مره نرجع الكابل غنكليك على كونترول ونكليك على الكابل اللي بغيت ونمشي دابا ندوز الكابلاج ديالي والوقت اللي نسالي نكليك على اشارب ما بين دابا دوزنا لي كابل بقى لنا ما بين الروتور والروتر ما بين الروتور والروتر غادي نديرو الكابل سيري غادي نكليكيو على هذا الكابل نجيو هنايا من طبيعه الحال غادي نديرو في السيريال نديرو هذا السيريال 2/0 ونديرو هنايا في السيريال 3/0 بالنسبه درنا هذا الكابل باش نديرو الكلوك ريت الكلوك ريت اذا غادي نديروها في هذا لو روتور في هذا يعني الروتور اللي كنكليكي عليه الاول هو اللي كطلع لي هاد الكلوك ريت هنا من بعد ما حطينا هاد لا توبولوجي غادي نحط واحد لي زادريس هنايا باش ندخلو نديرو الكونفيغوراسيون ديال هاد لي زانترفاس كيف ما شفنا في لا فيديو اللي فات غادي نحطو مثلا هنايا نتخيلوا ان عندنا هنا واحد لادريساج اللي هو 192 168 1.0/24 ونحط هنايا واحد لادريس اللي هي 192.168.2.0/24 نكوبيو هاد لادريس ونجيو هنايا نديرو بوان 3 بوان 0/24 اذا غنخدمو على هاد لي زادريس ملي نسالي ندير اشارب اشارب اذا غادي ندخلو لهاد لو روتور كنكليكيو عليه وكنمشيو للسي ال اي هنايا فين غادي نديرو لا كونفيغوراسيون ديالنا هنايا غادي نطابيو نو غنديرو نو وغادي ندخلو هنايا هذا هو لو مود يوتيليزاتور اللي شفنا ديك المره رجعوا للبي دي اف لو مود يوتيليزاتور الا قلنا بغينا ندوزو من المود يوتيليزاتور المود بريفيليجي اللي هو هذا اشنو قلنا كنديرو قلنا كنطابيو لا كوموند انيبل ولا كنديرو اينا نديرو اينا ونديرو طابيلاسيون راه غادي تطلع لينا كلها ونديرو اونتري دزنا دابا المود تريفيليجي هاد الا بغيت نرجع من المود بريفيليجي رجع للمود يوتيليزاتور كندير اكزيت علاش رجعت رجعت باش ندير باش غندير واحد علامه استفهام هنا ها هي درتها باش نوريكم لي كوموند اللي كاينين في المود يوتيليزاتور هادو هما لي كوموند كاملين اللي كاينين في المود يوتيليزاتور اللي يمكن لك ديرهم هنايا غادي نديرو اينا وندوزو للمود بريفيليجي ونديرو فيه حتى هو علامه استفهام ونشوفو لي كوموند اللي يمكن نديرو في هاد لو مود هذا كنديرو نبقاو نكليكيو على سباس باش تعطينا كلشي لي كوموند اللي كاينين هنايا الا بغينا ندوزو قلنا من لو مود اللي هو بريفيليجي المود دو كونفيغوراسيون جلوبال كنديرو كونفيغور تيرمينال
يعني غنمشي وغنديرو نديرو غير كونف ونديرو طابيلاسيون كتعطينا كامل، نديرو غير تي ونديرو طابيلاسيون كتعطينا كلها، نديرو اونتري. هنا دخلنا المود دو كونفيغوراسيون غلوبال، الا درنا بوان دانتيغوغاسيون غتعطينا يعني لي كوموند اللي يمكن نديرهم هنا. هنا عندي مور في التحت يعني باش ندير واحد يعني باقي بزاف ندير اسباس غادي يطلعوا لي كله. هنايا كل كوموند وقدامها واحد الشرح ديالها يعني اشنو كدير هذيك لا كوموند. بحال مثلا هنايا هاي بانر، هاي ديفاين ا لوغين بانر، يعني هنا انا كديفيني واحد لو ميساج دي جور اللي كيبقى كيطلع اللي كنا هضرنا عليه في لا فيديو اللي فات. اذا الا بغيت نرجع قلت كندير اكزيت. اذا هنايا دابا في المود دو كونفيغوراسيون جلوبال، هنايا فين في لو روتور، هاد لو روتور هذا الا بغينا نعطوه واحد لو نون، هاد لو روتور هذا غادي نمشيو ونعطوه واحد لو نون دابا سميتو راوتر. يعني قلنا الا بغينا نبدلو لي سميه اش كنديرو؟ لا كوموند هوست نيم، يلاه تكتب هوست دير طابيلاسيون كتطلع لك كلها، ونسميوه مثلا ار ان اونتري، ها هو لو نون ديالو تبدل. هنا كيفاش كنبدل ليه لو نون؟ نشوفو تاني اشنو كنا قلنا في لا فيديو اللي فات، يعني لا كوموند هوست نيم. دابا غنشوفو الا بغينا نكونفيغيغيو لي زانتيرفاس، اش من انترفاس عندو. هاد بريفيرنس عقلتو على بريفيرنس اللي قلت لكم قبيله، الا مشيت للبريفيرنس غنلقى هاي اولويز شاو بور ليميتس، هاد الا ديكوشيتها غنمشي غنلقى هادوك لي بور اللي كانوا باين هنا ما بقاوش، ولا كنت انت كي دخلتي لقيتيهم ما باينينش عندك كتمشي غير الاوبسيون بريفيرنس وتكوشي هادي وراهم غادي يطلعوا لك هنا لي زانتيرفاس باينين. غندخلوا الروتور وغنمشيو لهاد الانترفاس اللي هو فاست 0/0 وغادي نكونفيغيريو، وغادي ندخلوا للسيريال 2/0 حتى هو غادي نكونفيغيريو. اذا هاد فاست 0/0 اش غنعطوه؟ غنعطوه 192.168.2.1/24. اذا نحاول نحطوه هنا، يعني هنا شنو غتكون عندنا؟ غتكون عندنا هنا 2.1 والبيسي البيسي نعطوه 2.2. هنايا تاني شنو غنعطو لهاد الانترفاس؟ هاد الانترفاس غنعطوها 1.1. هاي شنو غنعطو؟ نعطوها 192.168.1.1، وهنا غنعطوها 1.2. غنمشيو تاني هنا هاد الانترفاس هادي اللي هي فاز 0/0 شنو غنعطوها؟ غنعطوها 192.168.3.1، وهاد لو بي سي هذا غنعطوه 3.2. ندير ايشاب ايشاب، ودابا ندخل باش ندير لا كونفيغوراسيون ديالي. غندخل لو بي سي، كنمشي قلنا للسي ال اي، يمكن لك تشيل كونفيغ ولكن من الاحسن تخدم بلي كوموند، لان لي كوموند راه يكون عندك في الامتحان. تقدر تشيل سي ال اي تشيل 0/0 وتعطيه لادريس، يعني نعطيه غنشوفوها بلي مود، يعني بالمود جرافيك والمود سي ال اي، يعني يعني المود ديال لي كوموند. غادي هنايا نعطيه 192.168.2.1. غنجي هنا ها هي يعني سلاش 24 255.255.255.0. غادي نشعلو هنا اون، صافي غادي نخرج من الانترفاس، صافي ها هو شعل. دابا غادي نكونفيغيري السيريال، ولكن غنكونفيغيريه بالمود سي ال اي. ولا ها دابا السيريال كونفيغ هنا، هاد الجهه غنكونفيغيريها بالمود جرافيك، والجهه الاخرى نكونفيغيريها بالمود سي ال اي. نكونفيغيريو هنايا السيريال اللي هو 2/0، هو هذا 2/0. غادي نديرو ليه 192.168.1.1. هنايا ها هي سابنيت ماسك، غادي نشالوه
وغنعطوه الكلوك الريد غنعطوه 64,000 64,000 دابا كملنا من السيريال شعلناه. علاش شعلناه وما شعلش هنايا؟ ماشي بحال هذا كيشعلناه شعل هنا ما شعلش، هذا ما غيشعل تيشعل الانترفاس اللي في الجهه الاخرى. اذا غنمشيو دابا للبي سي، كنكليكيو على البي سي كنجيو للديسكتوب اي بي كونفيغوريشن، يعني لا كونفيغوراسيون ديال لادريس اي بي. هنا كنعطوه لادريس اي بي ديالو، نعطوه 192.168.2.2. هنايا السابنيت ماسك، هنايا غنعطيو الجيتواي. الجيتواي هي شنو؟ غنعطيو هاد الجيتواي اللي حطينا هنا اللي هي 2.1، يعني غتكون 192.168 2.1 وغادي نخرجوا منه. دابا غنمشيو نكونفيغيريو هاد الجهه الاخرى، غادي ندخلوا للروتور نديرو تابيو نو هنا كونف تي، وهنايا غادي نبدا ندير لا كونفيغوراسيون ديالي، يعني غادي ندخل لهاد الفاست 0/0. اش كندير؟ كندير انت اف ولا ندير انترفاس، المهم كيف ما بغيت نكتب انترفاس كامله فاست ايثرنت، ولا نكتب غير انت اف 0/0 وندخل. هنايا شتو هاد؟ انا دخلت الانترفاس دابا، دابا داخل الانترفاس غنعطيه لادريس اي بي ديالو، ندير ليه اي بي اد، ولا نكتب اي بي ادريس كامله، ولا نكتب غير في الاول الحروف الاولى وندير طابيلاسيون غيكملها ليا هو. ودابا نبدا نعطيه 192.168.3.1 اسباس، وغنعطيه الماسك 255.255.255.0 اونتري، وندير ليه نو شيت داون، غير نكتب شيت ندير اسباس غيعطي ليا كامله اوكي. ها هو هنا طلع ليا ميساج بانه راه شعل، ها يعني هذا الفاست ايثرنت 0/0 تشينج ستيت تو اب، ها هو دابا شعل. بغيت نخرج منه غادي ندير اكزيت، هنايا كتشوفوه ها هو شعل. دابا غنمشي للسيريال 3.0. الى في اليمين ديال الكلافي عندنا بزاف ديال الاسهم، اربعه ديال الاسهم، واحد الفوق صاد الفوق، واحد لتحت، واحد على اليمين، واحد على اليسار. هذاك اللي الفوق الا كليكيت عليه كيبدا يطلعني لي كوموند اللي انا كتبت، يعني باش ما نضيعش الوقت هنا غادي نمشي ندخل غير يعني الانترفاس، ندير انت غنبدا ندير اس، وعندي سيريال 3.0 هاو 3s/0 عفوا، كندخل ليه دغيا وكندير ليه الاي بي ادريس، يعني في عاود ما نبقى نكتب غادي نعاود ثاني بالسهم الفوقاني نطلع 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 ونبدل هادي. عندي اي بي ادريس شنو غنعطيه؟ غنعطيه 1.2 هاي في نهاية 1.2، يعني نجي نموديفيه هنايا، هنايا 1.2 وها هو لا سابنيت ماسك، ندير اونتري وندير ليه ناو شيت داون اوكي، ها هو شعل، وندير اكزيت باش نخرج منه، وها هما دابا شعلوا لي زانترفاس. دابا غادي نمشي للبي سي ونعطيه لادريس ديالو، اشنو كنا قلنا غنعطيوه 3.2، يعني 192.168.3.2 وهنايا هو، وغنعطوه الجيتواي اللي هو 3.1 هاو فينا. غادي غير نكوبيو هادي دغيا، تعلمو تخدمو بالزربه ما تضيعوش الوقت، 3.1 وغادي نخرج منو. دابا كملت لا كونفيغوراسيون ديال لي زانترفاس، غادي نشوف لو بينغ واش دايز من البي سي للروتور. كنجي لهاد الرساله هنا كنكليكي عليها، وكنجي نحط نكليكي فوق البي سي، ونجي نكليكي فوق الروتور. هنا طلعت لينا ساكسسفول، يعني البينغ داز مزيان. بغيت نمحي هذا كندير ديليت هنا، نعاود نجي تاني ونشوف من هنا لهنا واش دايز. ها هو لو بينغ دايز ساكسسفول.
دابا غادي نشوف واش لو بينغ غيدوز ليا من هاد لو بيسي لهاد لو بيسي. الا كليكيت هنا وجيت نشوف البينغ هنا فيل. علاش؟ لانني هنا شنو خصني؟ خاصني الروتاج، خاصني الروتاج عاد باش غادي يدوز ليا البينغ من هاد البيسي لهاد البيسي. علاش؟ لانهم ماشي في نفس الريزو. هاد البيسي وهاد البيسي ماشي في نفس الريزو، والروتاج غنشوفوه في لي فيديو اللي ماجيين ان شاء الله الا طول الله في العمر. اذا غادي ندخلو الروتور سي ال اي وغنشوفو لي كوموند اللي هضرنا عليهم ديك المره. قلنا غادي نعطيو لهذا، هذا مثلا دخلت المود هنايا الكونفيغ ومشيت للسيريال اللي هو 2/0 ومشيت هنايا وعطيتو 64000. هذه هي الكلوك ريت. هذا الكلوك ريت يمكن لي راني نجي هنا وندخل للسيريال 2/0 وندير ليه كلوك ريت، ها هي كلوك ريت، ونكتب لي هذيك 64000 وندير ليه اونتري، وراه غادي ياخذ يعني نفس الشكل. يعني غير هنا عطيتها لي بالمود ديال لي كوموند، ندير لي اوكي هو خداها. نقدر ندير الديسكريبشن، ندخل للانترفاس اللي هو داخل انا سيريال 0/2، ندير لي واحد ديسكريبسيون نوصفو علاش مكونيكتي هذاك. مثلا درت ديسكريبشن، ندير ليه مثلا ان هاد الانترفاس كونيكتد، علاش مكونيكتي هو لهاد لهاد الوان. نسميو مثلا ان هذا راه وان واحد، هذا مثلا وان واحد، ندير لي انا كونيكتي تو وان وان، وندير ليه اونتر. غادي نمشيو دابا غادي نشوفو، نديرو بعدا اكزيت نخرجو، وغادي نشوفو لا كوموند ديال بانر موتد. غنديرو بانر موتد ونديرو واحد دياز ونكتبو مثلا واحد لو ميساج دو جور، يعني البانير اللي قلنا كيطلع لك فاش كتدخل انت للروتور. مثلا بيانفوني سور لو ار 1 2 غابة، ونديرو دياز اونتر. هاد لو ميساج هذا غادي يطلع لك فاش انت تدخل للروتور. غادي نكونفيغيريو لي لين اللي شفنا هنايا، لاين في تي غريغ واللاين كونسول، يعني بزاف. غنشوفو هنايا ان اتريبي واحد المود باس الاكسي باغ تيلنت، لابد ندخلو بالتيلنت. كاين يعني داك اللوجيسيال باتي كتدخل بالتيلنت اكسيتيرا. غنديرو لاين في تي غريغ 04 والباسورد واللوغين ونخرج. غنديرو لاين، كدير غير في و طابيلاسيون كيعطيك لاين في تي غريغ 04 اسباس 4. كندخلو كنديرو ليه باسورد، يعني الباسورد ونعطوه الباسورد مثلا كتبو ليه سيسكو 1 2 3 اونتري. نديرو ليه لوغين ونديرو اكزايت. غندخلو دابا نديرو لاين كونسول 0 ونديرو ليه حتى هو الباسورد، نديرو ليه سيسكو 1 2 3 ونديرو لوغين ونديرو اكزايت. غنمشيو تاني لاين لاين اوكسيليير 0 وغادي نديرو الباسورد، نعطوه حتى هو سيسكو 1 2 3 اونتري لوغين اكزيت باش نكيتيو. بغينا نديرو ليه واحد لو مود باس، اتريبيو واحد المود باس المود بريفيليجي هنايا، ويكون مثلا كريبتي ولا يكون
ماشي كريبتي هنايا، يعني اتخبي لو مود باس بار مود بريفيليجي وغنديروه نون كريبتي، كنديرو انيبل باسورد وكنعطيو المود باس، ولا بغيناه يكون كريبتي كنديرو انيبل سيكريت باسورد. هنا غنديرهم بجوج، غنديرو انيبل سيكريت وغنعطيو الباسورد، نديرو لي مثلا سيسكو 1 2 3 هاد المود باس شيفري. ولا درنا انيبل باسورد وعطيناه سيسكو 1 2 3 هاد المود باس غادي يكون ماشي شيفري. هنا قال لك دي انيبل باسورد يو هاف شو سنيز دي سيم از يور انيبل سيكريت ذيس از نوت ريكومندد. يعني قال لك هذا المود باس هذا حنا درناه كيشبه المود باس اللي هو سوكري، قال لك من الاحسن ما ديروش لانه كيشبه ليه، ماشي مشكل نبدلوه. نديرو هنايا نديرو اسيدي سيسينا 1 2 3 4 ونديرو اونتري. ها هو ما طلعش لينا لو ميساج اللي طلع لينا قويله، يمكن هذا الشيء هو اللي كنا شفنا في الفيديو اللي فات. شوفوا واش باقى شي حاجه اخر مثلا ما درناهاش. باقي لينا خصنا ديزاكتيفيو لي ريغيرش دي ان اس، الا بغينا كنديروا لنا نو اي بي دومين لوك اب. ها هي نو اي بي، نكتبوها كامله مثل الطابيلاسيون ما كتعطيكش، نو اي بي دومين تيري لوك اب. ها هي دازت لا كوموند. دابا هنا ديزاكتيفينا لي ريغيرش دي ان اس، ولا بغينا ديزاكتيفيو هذوك لي ميساج نو سوليسيتي ديرو سينكرونوز اللي هي هادي. ها هي فين هي؟ ها هي قال لك يعني كونفيغري لا كونيكسيون سينكرونوز، يعني ديزاكتيفي لي ميساج نون سوليسيتي. غندخلو الكول لاين ونديرو فيه لوغين سينكرونوز ونديرو اكزيت ونخرجو. غادي ندخلو اللاين لاين في تي غريب 0/4 كندخلو ونديرو ليه اللوغين. انتبهوا اللوغين راه بيدو جاي، لوغين سينكرونوز اوكي ونديرو اكزايت. ندخلو تاني لاين كونسول 0 اونتري نديرو لا تاهي لوغين سينكرونوز ونديرو لا تاهي اكزيت. ندخلو لاين اوكسيليير 0 ونديرو لا تاهي لوغين سينكرونوز اكزايت. هذا مكان بالنسبه للتوبولوجي ديالنا. حنا دوك لي كوموند كاع اللي شفنا حنا درناهم براتيكمون. دابا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا ريكيبيري واحد لو مود باس. تخيل معايا انت واحد لادمينستراتور في واحد سوسيتي، المود باس نسالك وداك الروتور ديالك نكونفيغري فيه بزاف د الحوايج، يعني اشنو غادي دير انت؟ ولا مثلا سوسيتي ديالك خدات دي روتور جداد، خدات دي روتور مثلا قدام من عند شي اونتربريز اخرى وفيهم دي مود باس، كيفاش انت غادي تريكيبيري هذوك لي مود باس؟ اول حاجه في الباكيت راسر كنمشي غير كندخل الروتور بحال هكا ونمشي للسي ال اي وكنبدا خدام عادي. اما في لا رياليتي هذا الشيء ما كاينش، يعني خاصني ضروري واحد لو بي سي، واي خصني البور، اي خصني الكابل كونسول اللي غنديرو هنايا في البور ار اس 232 وغنديرو هنايا في الكابل كونسول. هذا الشيء ماشي كافي، خاصني يكون عندي واحد لوجيسيال مانستالي في البي سي اللي غادي يعني يدير لنا واحد التيرمينال، فتح لنا واحد التيرمينال. بحال مثلا كاين واحد لوجيسيال اللي هو الباتي وكاين دوطرو لوجيسيال. اذا يعني غادي ندخل من البي سي ديالي، بحال هنا عندنا في الباكيت راسر غندخل غير من البي سي وغنمشي للديسكتوب وغنلقى هنا عندي التيرمينال، غندير اوكي. انا هنايا في البي سي، انا ديجا دخلت درت هنايا انا، يعني الا كانت هنا باقا عندي ما كاين حتى شي حاجه غادي ندير انا كي غندخل غيعطيني هنا المود باس، وانا ما عارفش المود باس
هنا في هذه الحالة أشنو غادي ندير؟ غادي نمشي الروتور ديالي، يعني هذاك الروتور اللي غيكون حدايا الروتور فيزيك في اللور ديالو كاين هذا لو بوطون هذا، يعني اللي كيطفيه وكيشعلو غادي نطفيه وغادي نشعلو. غادي في البيسي ديالي في هذه اللحظة من حدو كيشعل غادي ندير كونترول بوز، كونترول بوز، وغادي هنايا اول كوموند نكتبها هي كونف ريل اسباس. غادي ندخل هنا اول كوموند غنكتب هي كونف ريل كونف ريل، وغندير 0 فوا 21 42. هنا غادي نردو ليطا انيسيال ديالو، كندير اونتري وكندير روزيت بوغ روديماري لو روتور. هنايا من بعد الروديماراج ديال الروتور غادي نديرو هنايا نو وغادي نديرو اينا. وكيف ما تلاحظوا حنا دخلنا ما طلبش منا المود باس. غادي نديرو هنايا شاو ستارت اب ستارت اب كونفيغ ستارت اب تيري كونفيغ. هنا باش نشوفو كاع داكشي اللي مونغوجيستري فين في الانفيرام، كاع هاديك داكشي اللي دار هنايا في الانفيرام. كيف ما كتلاحظو هنا عندنا انيبل سيكريت وعندنا شوفو المود باس كيف داير مشيفري، يعني ما غاتقراش لك واخا تبغي تقرا ما يتقراش لك. هنايا كيف ما كتشوفو النون سيرفيس باسورد انكريبشن، يعني كاع داك يعني فيما كان شي كونفيغوراسيون هنايا كانت من قبل، يعني هنا درنا هنا اسباس كيطلع لنا داكشي كاع داكشي اللي كان كونفيغوراسيون اللي كانت كتطلع لينا هنايا. غنجي هنايا باش نكوبي انا كاع داكشي اللي كان في رانين كونفيغ غادي نكوبي في ستارت اب كونفيغ، يعني في الانفيرام غادي ندير كوبي رانين كوبي رانين كونفيغ ستارت اب كونفيغ، يعني كوبيتو في الانفيرام. اوكي هنايا نجي ندير كونف تي ونجي ندير نو نو انيبل سيكريت. هنايا حيت لو مود باس اللي كان سكري، هنايا حيدتو. يمكن ندير تاني نو انيبل باسورد، يمكن نحيد لي مود باس ديال لاين في تي كريك هنايا بلا ما نحيدهم. علاش؟ لانهم هما اون كلير هنايا هما باينين، يعني علاش غادي نحيدهم انا؟ يعني نحيد غير اللي هما سكري ما باينينش لينا. دابا غادي نرجعو لا فالور ديال كونفيغ روجيستر، يعني نرجعوها للفالور بار ديفو. كنديرو كونفيغ تيري روجيستر وغنديرو اللي هي 0 فوا يعني 21 02. هادي هي لا فالور بار ديفو. ندير اوكي غنجي ندير اكزيت وغنمشي ندير كوبي داكشي اللي في الرانين كونفيغ، يعني اللي في لارام دابا غنكوبي في ستارت اب كونفيغ اللي هي الانفيرام. اوكي الى جينا دابا درنا شاو ستارت اب كونفيغ غادي نشوفو كاع هادوك لي كونفيغوراسيون اللي كنا درنا، وهادوك لي مود باس ما بقاوش عندنا، يعني هادوك المود باس اللي هو سكري ما بقاش عندنا هنايا. غادي نمشيو غادي نديرو ريلود الراوتر ديالنا، ندير ليه ريلود، يعني غادي ندير ليه الغو ديماغاج، غادي غو ديماغي وندير ليه كونفيرمي اونتر. من بعد ما ترو ديمارا غادي نمشيو نشوفو واش المود باس حيد ولا ما حيدش. غنديرو انيبل كونف تي، كيف ما كتشوفو ما عطاناش ما طلبش منا المود باس. وهنا يمكننا نديرو الكونفيغوراسيون ديالنا انوفو، يعني كيف ما بغينا، يعني من الاول. كنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو هذا، كان شي سؤال مرحبا يمكن لكم تكتبوه على شكل تعليق، ونتلاقاو في الحلقه الماجيه ان شاء الله لا طول الله في العمر.